برج الجوزاء انا شايفه في الطاقه بتاعتك هنا الناين اوف سوردز، انا شايفك انك انت ممكن تكون الفتره دي يعني في عندك شويه طاقه سلبيه، يعني متالم، بتفكر كتير في الماضي، في حاجات حصلت معاك في الماضي، بالذات بسبب ممكن ابتعاد شخص عنك او الشريك، يعني ابتعاده، رحيله، سفره، تغيير مكانه. انا شايف ان هو هنا بيقول لك انك انت حرر نفسك من الطاقة دي، يعني الطاقة دي انت محتاج انك انت تحرر نفسك منها. تمام، ده بالنسبة للطاقات بتاعتكم. شايف هنا في القصة ممكن تكون انت كمان متألم بسبب فقدانك لحد، فقدانك لشخص، الانفصال، او ممكن البعض يعني لا قدر الله ممكن يكون حصل عنده حالة وفاة او كده، لان انا شايفك متألم من الناين اوف سوردز، وشايفه بعد كده كارت الديس، وممكن يكون ده انهاء امر ما، تغييرات قوية انت بتمر بيها في الوقت الحالي، ودي مسببه لك ازعاج لانك انت مش قادر تقاومها، يعني في احداث بتحصل في الوقت الحالي خارجة عن إرادتك أنت يا برج الجوزاء. شايف هنا برج الجوزاء يعني أنت مفتقد شخص أو مفتقد لشيء قوي في حياتك رحل عنك، عندك إحساس بالندم، إحساس بالخسارة في الوقت الحالي. شايف الشخص ده في مراقبة، في طاقة مراقبة، وفي هنا يا إما الشخص ده بيراقبك متخفي، أو شخص كان خدعك وأنت أنهيت العلاقة معاه، والشخص ده لسه بيراقبك برضه لغاية دلوقتي. شايف هنا كمان من بعض ممكن يكون الشخص ده داخل في حيرة بينك وبين حد تاني، في مراقبة من بعيد بشكل أكيد من الشخص ده، زائد إن هو عاوز يتحكم في الأمر أو في الوضع بطريقته هو أو بالطريقة اللي هو شايف بيها العلاقة. للبعض من برج الجوزاء ممكن انت تكون بتحب، يعني عاوز تنهي علاقة وبتحب مثلا حب جديد، والعلاقة دي ما انتهتش بالكامل، فهنا بيقول لك انك انت تحرر نفسك او لازم الامر اللي انت فيه الاول ينتهي بالكامل. في شخص سام في حياتك يا برج الجوزاء بيراقبك، متخفي، متنكر، بيلبس ماسك، يعني بيظهر لك حاجة عكس الحاجة اللي جواك. الشخص ده سام في حياتك أو بيسبب لك أذى، ممكن هو سبب الطاقة اللي أنت تكون موجود فيها، لكن أنا شايفة إن في أمور هتتحسن عندك في الفترة اللي جاية. برج الجوزاء في أمور هتتحسن، أنت كنت في حالة صعبة جدا، لأن هنا بيقول لك هنا في غيمة بتنقشع مثلا، وفي شمس جديدة بتطلع على حياتك. اللي مر بالأحداث دي أكيد دي ظروف صعبة جدا حصلت معاك، زي ما أنا شايف الطاقة بتاعتك هنا أو الحالة بتاعتك هنا. برج الجوزاء أنا شايفة إن في عندك أوقات كويسة هتقضيها، أنا شايفة في دخول، يعني هنا معركة ثلاثة مرتين، وهنا البجعتين دول، فأنا شايفة ممكن في دخول لسول ميت في حياتك أو عودة لسول ميت في حياتك. شايفك بتتعامل مع أشخاص ممكن يكون من برج العقرب، برج العذراء، أو أشخاص من طاقات هوائية وطاقات نارية. برج الجوزاء انت حاسس انك انت مظلوم، تاني هنا برج العقرب
الصباع الورق عامل ازاي، تاني احساس بالندم وبالخسارة. سبحان الله. انت زعلان جدا جدا. بصوا ده الناين اوف سورز، ده اللي هو ده اللي هو ده. انت حزين جدا على حاجة انت قدمتها في علاقة، والحاجة دي اتقابلت يعني بشكل سيء. انا شايفة هنا احساسك الشديد قوي بالظلم، انت حاسس هنا انك انت مظلوم وعاوز حقك. شايفة هنا إحساس كبير أوي بالظلم، شايفة كمان ممكن يكون في حاجة تخص قضية أو محكمة أو حاجة زي كده. بسبب إيه؟ بسبب إنهاء، انفصال، طلاق. بص هنا ده الديس جاي مع التاور، في إنهاء العلاقة، انفصال، تغييرات قوية أنت بتمر بيها في الوقت الحالي، أحداث صعبة، أنت حاسس إن هي صعبة عليك. شايفة بصوا هنا الـ Queen of Pentacles مع الـ Five of Cups، مش عارفة انتوا كده شايفين ولا ايه. نرفع كده هنا، وهنا الـ Queen of Pentacles تاني مع الـ Five of Cups. فأنا شايفة هنا فقدان لكل شيء وإحساسك بالندم وبالخسارة، يا إما بسبب فقدانك للشخص ده أو بحاجات أنت قدمتها و ما جاتش النتيجة المرضية بالنسبة لك. شايفة هنا الشخص ده، ممكن الشخص المبتعد ده، شايفة كمان في عنده مسؤوليات، في عنده أعباء، هو محتاج إن هو كمان يتحرر من المسؤوليات اللي موجودة عنده. شايفة برج الجوزاء، في عندك طاقات سلبية هيتم الشفاء منها إن شاء الله. في طاقات سلبية وفي أشخاص ممكن تكون بتراقبك أو بتتبع خطواتك أو حياتك، بتبص على حياتك. الأشخاص دي بتسبب لك طاقات سلبية في حياتك. أنا شايفة إن الأمور دي هيتم الشفاء منها تماما بالنسبة لبرج الجوزاء. شايفة كمان بالنسبة للأشخاص اللي عندهم طرف تالت أو علاقة ثلاثية، شايفة هيتم اختيار، في اختيار، وفي هنا المرأة هتكون هي المتحكمة في الوضع أكتر أو بصورة أكبر. برج الجوزاء، شايفة هنا إنك أنت لو أنت اتحطيت في اختيار، شايفة هنا الاختيار في إيدك أو القوة في إيدك أو مفتاح الحل في إيدك، أو إنك تأثر على الحاجة بالذات اللي فيها أهل أو أم بتتدخل أو وجود طرف تالت، زوجة تانية أو كده. شايفة هنا إنك أنت اللي هتكون متحكم في الأمر أكتر، أنت اللي هتكون عندك حرية القبول أو الرفض. اتكرر الأوراق، هنا برج العقرب تاني، الحمل، الميزان، التلت. تمام. طيب نشوف العازبين القادم. طيب العازبين، انت جايلك اخبار حلوه، جايلك اخبار حلوه. جاي في حياتك ممكن يكون شخصين، واحد ممكن يكون كبير وواحد صغير، او واحد اكبر منك وواحد اصغر منك. برج الجوزاء العازبين، شايفة أخبار كويسة جاية لك في الطريق، شايفة حاجة أنت لازم تنسيها. البعض كمان العازبين، ممكن هنا نكون بنتكلم عن عازبين منفصلين أو مطلقين، وفي حاجة هتخلص عندك، في حاجة هتنتهي، وفي شخص جديد هيدخل حياتك، ممكن يكون من برج الميزان أو من برج الأسد أو من برج ترابي أو برج ناري. برج الجوزاء، ما القادم؟ القادم للعازبين، في حاجة جديدة، بداية جديدة، في زواج، في تعويض إن شاء الله، في
في حاجة، في انتصار، في عندك حاجة بعد موقف صعب أنت تعرضت ليه، أو علاقة صعبة، أو مأساة أنت تعرضت فيها لعلاقة صعبة. ممكن علاقة كان بيتدخل، ممكن كنت داخل في علاقة ثلاثية، أو علاقة كان بيتدخل فيها أم وأخت، أو زوجة وأم، وشايفة في تحرر من الطاقة دي، شايفة في زواج، شايفة في تعويض، شايفة فيه حق بيسترد، شايفة فيه ترسيم لعلاقة أو إعلان لعلاقة مع شخص كويس، متحدث سابق، ممكن يكون زي ما قلت من برج ناري، كتير قوي الطاقة النارية موجودة، أو برج ترابي. شايفة شخص ممكن يكون طموح، متحمس هو كمان جدا لبداية جديدة. فأنا شايفة برج الجوزاء عازبين بشكل كبير قوي بعضكم، ممكن قريب جدا يحصل ترسيم العلاقة. لو انتم مخطوبين او كده، فأنا شايفة ان في مشاكل عائلية هتنتهي وهيحصل اتفاق وهتاخد حقك. يعني لو في مشكلة على حاجة في الزواج او المصاريف او الحقوق ما بينكم او كده، شايفة في اتفاق هيحصل، شايفة في مساعدة هتتقدم لكم، وشايفة في ترسيم للعلاقة بشكل أكيد أكيد أكيد. برج الميزان هنا متكرر كمان معاكي، برج الجوزاء، أو الطاقات الأبراج اللي أنا قلتها. فالطاقة بتاعتكم بالنسبة للعازمين حلوة أوي، في زواج، في ترسيم العلاقة، في اتفاق، في تعويض، في رد حقوق. برج الجوزاء بيقول لك سامح، بيقول لك في فرص كتير قوي هتجيلك بمجرد التسامح. سامح في حاجة يا إما تخص الأهل، يا إما برج الجوزاء بشكل عام، يا إما تخص الأهل، يا إما تخص علاقة سابقة اعتبرها إنك أنت خدت منها دروس أو اتعلمت منها دروس وبس. يعني ما تفكرش في المشكلات اللي فيها، أو تفضل متحامل على الطرف الآخر أكتر من اللازم. يقول لك هنا كمان خليك إيجابي، وهنا إن ده وقت مناسب جدا، ممكن يكون في ارتباط في وقت قريب، في تخلص من طاقات سلبية، في إيجابية لازم أنت تكون موجود فيها، لأن دي هتساعدك. الإيجابية والتسامح هتساعدك على دخول الفرص الكتير، فرص كويسة تيجي في حياتك، وده وقت مناسب بالنسبة لك يا برج الجوزاء لطاقة زي دي، أو لإحساس زي ده، أو لحدوث حاجة زي كده تحصل في حياتك. بشكركم جدا مواليد برج الجوزاء.